الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين ورسول الله إلى الناس أجمعين، الرحمة المهداة إلى البرية والنعمة المسداة إلى البشرية، الذي هدى الله تعالى به من الضلالة، وعلم به من الجهالة، وبصر به من العمى، ودل على الصراط المستقيم، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. علماءنا، أساتذتنا، مشايخنا، ضيوفنا الكرام، قامات الفكر، قادة الرأي، حملة الأقلام، وأساطين الثقافة، أسرة الثقافة والعلم في بلادنا، السادة ممثلي اللجنة العليا لتخليد والإشراف على أنشطة احتفالية نواكشوط عاصمة الثقافة الإسلامية، أخي وزميلي الدكتور الولي الطاهة الممثل المنتدب من اللجنة، أيها الضيوف الكرام أجمعون، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وبعد، ففي مستهل عام هجري جديد، عام 45 و400 وألف، نجدها فرصة لتهنئتكم بهذا العام، سائلين الله تعالى أن يجعله عام بركة ويمن ورقي لبلادنا وسائر بلاد المسلمين، ونرحب بكم باسم جمعية المستقبل للدعوة والثقافة والتعليم، ونشكر لكم تلبية دعوتنا وتشريفنا بحضور هذه الندوة العلمية الهامة التي أردنا منها الإسهام في تسليط مزيد من الضوء على تاريخ أعلامنا والتذكير بشهودهم العظيمة في تمثيل بلادنا من خلال حمل رسالة المحضرة معارف وقيم، تلك الجهود التي كان لها الأثر البالغ في التطور الثقافي والعلمي بل والاجتماعي والسياسي في المشرق والمغرب، واستوجبت الاعتراف والإشادة من كثيرين. جمعنا الكريم، تنعقد هذه الندوة إسهاماً من جمعية المستقبل للدعوة والثقافة والتعليم في الاحتفاء باعتماد مدينة نواكشوط عاصمة للثقافة الإسلامية، وبتعاون وتنسيق مع اللجنة العليا المشرفة على هذه التظاهرة، وهي مناسبة لتسجيل شكرنا للجنة العليا رئيساً وأعضاء، وللإعراب أيضاً عن استعداد جمعية الدعوة، جمعية المستقبل للدعوة والثقافة والتعليم، لمساندة الأنشطة المقررة في هذه التظاهرة على مدى العام من خلال الخطة التي قدمتها والمشروع الذي تقدمت به للإسهام في هذه الأنشطة. أيها الجمع الكريم، لقد انطلقت جمعية المستقبل للدعوة والثقافة والتعليم منذ حوالي 16 عاماً بانية على جهود الإصلاح في هذا البلد، مواصلة للعطاء العلمي والدعوي فيه، ساعية إلى الإسهام في التمكين لهويته الإسلامية الجامعة، وتحقيقاً للأخوة والمحبة والوحدة بين مكوناته الوطنية، ونشر للعدل وتحقيقا للتنمية الشاملة في ربوعه، مترجمة أهدافها ورؤيتها في وثائقها النظامية الفكرية والتربوية والدعوية والاجتماعية، متعاونة مع الجميع من مؤسسات رسمية وشعبية ومبادرات فردية وجماعية، فهي تضم جهودها إلى جهود كل الخيرين الساعين للمحافظة على قيم الإسلام ونشر تعاليمه والتوعية بمبادئه ومناهجه وترسيخ معاني الأخوة والتضامن بين أفراد المجتمع وفق منهج وسطي يبني ولا يهدم، ويجمع ولا يفرق، يبني على جميل الماضي ويستفيد من بإيجابيات الجديد والحاضر. وقد دأبت جمعية المستقبل للدعوة والثقافة والتعليم على تنظيم وتأطير مختلف الأعمال المرتبطة بموروثنا الثقافي والتعريف من مختلف جوانب قيمنا الحضارية، انطلاقاً من إيماننا بأن رصيدنا الذي ننافس به الأمم والمجتمعات
ونحرز به قصب السبق في المحافل والمنتديات، إنما هو الإسلام عقيدة وشريعة وآدابا وأخلاقا، وما يرتبط به من ثقافة ومعارف كانت أساسا لوحدة مجتمعنا الفريدة، والتي يجب أن نحافظ عليها بالوعي بها وحراستها وتعزيزها. فإن المجتمع الموريتاني وحد بينه هذا الدين، وحد بينه الإسلام، وألف بين أعراقه وفئاته، ولا سبيل للمحافظة على وحدته وتماسكه إلا بالانطلاق من هذه الحقيقة والالتزام بمقتضياتها. هذه الحقيقة التي وعاها سلفنا وأجدادنا وترجموها إلى علم وعمل ساروا به في البلدان وبثوه في الآفاق، فكان الإشعاع العلمي الشنقيطي ممتداً في مناكب الأرض جنوباً وشمالاً وشرقاً، تعليماً وإفتاءً وتثقيفاً وإصلاحاً وتأثيراً في المجتمعات. ففي مجال الإسهام العلمي من خلال التدريس والإفتاء برز دور سفراء المحضرة في حواضر العالم الإسلامي الكبرى ومراكزها العلمية في مصر والحجاز والعراق وبلاد الشام والسودان والخليج، على أيدي أمثال العلماء الأعلام من أمثال محمد محمود التلاميذ، عبد الرحمن التشيتي، ومحمد لمين والفال الخير الحسني، وأحمد بن الشمس الحاجي وأبناء ميابة، ومحمد عبد الله بن زيدان البوصادي وابنه محمد لمين وأبو الخطور وغيرهم. وفي ميدان الإسهام الثقافي أسهم سفراء المحضرة في تحقيق ونشر أمهات كتب التراث وإنشاء المكتبات ووقفها والكتابة في الصحافة، وقد تجلى ذلك في مصر والسودان والأردن والسعودية. ومن أهم فرسان هذا الميدان محمد محمود التلاميذ وأحمد بن الأمين العلوي، محمد الخضر بن ميابة، محمد صالح الشنقيطي. أما جهود سفراء المحضرة في الإصلاح المجتمعي فلا يجهل تأسيس الجمعيات والمدارس والمعاهد تعميراً وتسييراً في العراق والأردن والكويت والسودان، على أيدي أمثال محمد أمين الفال الخير والمختار المحمد محمود المساني ومحمد فارس سيدي محمد البيضاوي ومحمد صالح الشنقيطي في السودان. ولم يغب النشاط الرسمي عن هذه الجهود من خلال تولي الوزارات والمناصب الكبيرة، بل والمشاركة في الجهاد والمقاومة وتأسيس الدول، كما وقع في الأردن والسودان والعراق وليبيا وتركيا. ومن أبرز رجال هذا الميدان محمد لمين الفال الخير، محمد لمين زين القلقمي، محمد صالح الشنقيطي، محمد الخضر بن ميابة وابنه محمد لمين، وعثمان بن محمد الأمين. وفي ميدان تخريج الرواد عبر المشيخة المباشرة لإعلام النهضة العلمية والأدبية أو التأثير فيهم، تبرز لائحة طويلة ممن تتلمذ على أعلام الشناقطة من قادة الرأي وأساطين الأدب في المشرق. ومن أمثال أولئك عارف حكمة مفتي الدولة العثمانية محمود شكري الآلوسي الكبير، مفسر مفتي العراق محمود سامي البارودي، حافظ إبراهيم الشاعران المشهوران، أحمد المحمصاني البيروتي من كبار المصلحين اللبنانيين، هو تلميذ لابن التلاميذ محمد رشيد رضا، أحمد تيمور باشا صاحب أكبر مكتبة شخصية بمصر، طه حسين عميد الأدب العربي المعاصر، أحمد حسن الزيات صاحب مجلة الرسالة الذائعة الصيت، محمد كرد علي أول رئيس للمجمع اللغوي السوري، أحمد شاكر وأخوه محمود شاكر، عبد العزيز الميمني الراشكوتي، محمد عبد الله دراز محب الدين الخطيب، محمد الخضر محمد الخضر حسين التونسي شيخ الأزهر، الطاهر بن عاشور البشير الإبراهيمي، محمد زاهد الكوثري تقي الدين الهلالي، شيوخ المملكة العربية السعودية وغيرهم. هؤلاء كلهم تلامذة للعلماء الشناقطة، تصدروا على أيديهم وواكبوهم من خلال جهودهم التعليمية والتدريسية والتوجيهية، بل وتعدى ذلك حتى للطوائف الأخرى في هذه البلاد. فنحن إذ نعرج على هذا المقام لن ننسى تتلمذة القس النصراني اللبناني أنستاس الكرملي العراقي اللبناني صاحب مجلة لغة العرب، هذا أيضا مسيحي وهو تلميذ للعلماء الشناقطة في ذلك العصر. وقد توج هذا التأثير باعتماد متون المحضرة الشنقيطية مقررات علمية في
في مراكز العلم المشرقية وطباعتها لمؤلفات محضرية تعليمية مثل منظومات العلامة المختار البونة والعلامة أحمد البدوي المجلسي ومؤلفات الشيخ مال العينين والعلامة محمد يحيى الولاتي والعلامة الشيخ سيد المختار الكونتي وغيرهم. هذه قائمة تطول من إشعاع المحضرة الشنقيطية ودور سفرائها وعلمائها على مستوى المنطقة الشرقية من العالم الإسلامي في الجزيرة والعراق وبلاد الشام ومصر وغيرها. وهي كما تفضل المقدم تحدونا إلى أن نجدد التذكير بهذه الجهود ونعمل على إحيائها ترجمة لهذه المعارف وهذه المعاني وتسويقا لهذا الإرث العظيم وهذا الرصيد الكبير التي تميزت به بلادنا. ونحن إذ نفتتح اليوم هذه الندوة التي نسلط فيها الضوء على جهود سفراء المحضرة ودورهم في النهضة العلمية والأدبية في على مستوى المشرق، إنما نريد مثل هذا الإحياء وهذه الإثارة. فنشكر لكم إخواننا الكرام وأخواتنا الكريمات ومشايخنا الأجلاء حضوركم معنا اليوم وتشريفكم لنا في هذه الندوة المباركة. وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وعلى آله وصحبه وسلم تسليما، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.